اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد اسبوعيا مع برنامجكم برنامج اوراق اقتصاديه. كما تعودنا اسبوعيا نقلب في مختلف الاحداث الاقتصاديه على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي، ربما نتعرف على مجموعه من مستجدات الاخبار والاحداث المتلاحقه، وفي الجزء المتبقي من كل حلقه نفتح ملف جديد نتناول هذا الملف بالتفصيل وتحليل مع ضيوفنا في كل اسبوع. نبدأ كما تعودنا مع استعراض الأخبار، والخبر الأول هو خبر محلي بيتعلق بالصادرات. خبر يقول: الصادرات والواردات تعلن تراجع الصادرات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.9%. الخبر يتعلق بخبر عربي وهو جانب السعودي. الخبر يقول: المركز السعودي ينبه إلى أن أفاق الاقتصاد السعودي ضبابية خلال العام الجاري. وفي ملفنا هذا الأسبوع بنفتح ملف تأسيس البورصة السلعية بين ضبط أسعار السلع للمنتجين والمستهلكين وإتاحة هذه السلع في السوق المحلية. نبدأ مع تفاصيل الخبر الأول، وكما أوضحت الخبر محلي يتعلق بمعدلات الصادرات. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية تحديدا بلغت خلال سبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2020 نحو 14.26 مليار دولار. الهيئة أشارت في تقرير اللي أصدرته عن هذا الأمر إلى أن الصادرات في شهر يوليو تراجعت بنحو 3.9 لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار. مسألة فيروس كورونا والجائحة العالمية لا زالت تشهد تداعيات، وبالتأكيد هذه التداعيات تنعكس على عملية الاقتصاد وتداول الحر بين السلع في مختلف الدول. حتى في الكيانات والتجمعات الاقتصادية الضخمة لا تزال حالة الحذر قائمة بين مختلف الدول، ومن ثم هذا التراجع في حجم الصادرات. ننتقل إلى الخبر العربي، وعربيا السعودية الحقيقة توقعت وزارة المالية السعودية أن المملكة ستشهد في اقتصادها حالا من الضبابية، ولكن أقل حدة نسبيا من توقعات صندوق النقد الدولي. بيأتي هذا الأمر في الوقت اللي أكدت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي أن الضبابية ما زالت لم تكتشف أو لم تتحدد بعد على مستوى أفاق اقتصاد البلاد في هذا العام تحديدا، مع الإجراءات ومساعي الدولة المصدرة للنفط للتصدي لتداعيات أسعار الخام المنخفضة وتأثير جائحة كورونا. وسبق أن توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8% في العام الحالي، وبالتأكيد هناك تداعيات شديدة جراء الزخم والكثرة في المعروض من النفط وحالات المحاولة للوصول إلى اتفاق بين دول منظمة أوبك والعضوة في المنظمة أو الخارجية. عالميا، وماذا عن الاقتصاد العالمي وتقرير لصندوق النقد الدولي حول اقتصادات العالم إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، وأنه شدد صندوق النقد على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى لتطوير اللقاح لمواجهة هذه الجائحة. والحقيقة أرجعت مدير صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إلى أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة إلى التطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، نبهت إلى أهمية تبني المزيد من الجهود للقضاء على هذه الجائحة. وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ربما تصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، ومسألة المد إلى 2021 لأن هناك رؤية أو توقعات بأن هناك موجة ثانية هي بالفعل بدأت في بعض من الدول الأوروبية لهذه الجائحة. أتمنى أن تزول وتنقشع أضرارها. نذهب إلى خبر عالمي آخر بيتعلق بالمستثمرين ورؤية المستثمرين للأسواق الناشئة على مستوى العالم. مسح تم
تنفيذه على أغلبية المستثمرين أنهم بيعتزموا زيادة اكتشافهم للأسواق الناشئة على مدار السنوات الخمسة المقبلة، حتى مع تقلص التدفقات قصيرة الأجل للاستثمارات على تلك الاقتصادات بفعل المخاوف طبعا من تداعيات جائحة كورونا والموجة الثانية كما أوضحنا. المسح خلص إلى أن الذي شمل على حوالي 300 من المستثمرين في المؤسسات ومديري الثروات، إلى أنه على مدى 12 شهر المقبلة سيبقى نحو حوالي 95% من المستثمرين على نفس مستوى الاكتشافات في الأسواق الناشئة، وحيخفضوا حجم المخصصات ويزيدوا من اكتشافات لهم لهذه الأسواق، ولكن بوتيرة مليئة بالحذر وصفت بأنها وتيرة أكثر بطانة. قبل أن نفتح ملف حلقة اليوم نخرج إلى فاصل قصير ثم نتناول ملف، فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مجددا. وزير التموين والتجاره الداخليه دكتور علي مصلحي اعلن الاربعاء الماضي انشاء شركه البورصه السلعيه. هذا الامر الحقيقه كان منتظر من قبل جهات متعدده، وهذا الانشاء وهذه البورصه كانت بهدف او الهدف الاسمى لها حمايه المنتجين والمزارعين، وايضا التحكم في نوعية السلع وتدفقات هذه السلع وتنميتها وأسعارها، إلى جانب بالتأكيد ما أوضحه الدكتور علي مصلحي حول هذه البورصة السلعية من أن لها دور كبير وهام في عملية الإتاحة للسلع وعملية التنقية والتصنيف لهذه السلع وعرضها وتداولها والتيسير على المتداولين في أسواق السلع المختلفة. هي استفسارات كثيرة بتحيط بمسألة إنشاء البورصة السلعية وجوانب لا تزال هناك جوانب غير معروفة لدى الكثيرين، هو ما سنتناوله ونفتحه اليوم مع ضيوفنا في حلقة اليوم. لكن قبل الترحيب بضيفي اليوم نتناول ونستعرض التقرير التالي حول البورصة السلعية ثم نفتح الملف، ابقوا معنا. في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية أعلن وزير التموين الدكتور علي المصلحي عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، وأوضح الوزير أن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين. البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما ستشجع صغار التجار على دخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى. شارك في تأسيس شركة البورصة للسلع كل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة. البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعا أو تاجرا أو منتجا إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلعة لصالح المستهلك، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات. ومن المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول والثاني من العام المقبل.
مشاهدينا تابعنا من خلال التقرير بعض وتعرفنا على بعض المعلومات حول البورصة السلعية وما هي أهم وأبرز الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه البورصة، ولكن هي التفاصيل كثيرة حول هذه البورصة والتي سنستعرضها مع ضيفي في حلقة اليوم. وأرحب بدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. ورحب أيضا بدكتور كريم يحيى أستاذ استثمار وإدارة الأعمال بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور كريم. هبدأ مع دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني إحنا عندنا بورصة الأوراق المالية، طبعا أعرف من حضرتك بإيجاز كده وببساطة يعني البورصة السلعية، طبعا هو التقرير عرف جانب منها، ولكن كيف سيكون التعامل في هذه البورصة السلعية وتعريفها؟ طيب، البورصة السلعية في مصر هو نطاق جديد للتعامل فيما يتعلق بالسلع. طبعا بورصة الأوراق المالية تتعلق بالأسهم وليها منظومة خاصة بها فيما يتعلق بتداول الأسهم في البورصة المصرية من عمليات تسوية وعمليات خاصة بإيداع الفلوس وعملية التبادل ما بين الأسهم والفلوس، والسهم هنا بيمثل حصة من شركة بيكون المستثمر يدخل فيها. ده على نطاق البورصة المصرية. على نطاق السلع الأوراقية، على نطاق بورصة السلع، بورصة السلع طبعا بدأت عالميا في أمريكا في كاليفورنيا، وفي دول كتير سبقتنا في بورصة السلع، ممكن الدول العربية دبي كانت برضو سبقانا في الموضوع دوت. لكن النهاردة هو بنتكلم على برودكت موجود أو منتج موجود، وهو السلع اللي بتبقى موجودة في مخازن بيتم تخزينها بصورة دقيقة وبيتم أخذها من الفلاح ووضعها تصنيفها أولا ثم وضعها في مخازن المخصصة لها، ثم يتم تداول عليها من قبل الراغبين في شراء السلع ديت. بيتم ده من خلال منظومة متكاملة. الشركة اللي تم تأسيسها برأس مال 91 مليون جنيه. الشركة دي فيها 7 بيشتركوا في إدارتها، هم كيانات ضخمة. هي كيانات ضخمة طبعا، كل كيان منهم لوضع كمان بيعملوا البورصة في إطار العمليات التنظيمية اللي هتتم بين البائع والمشتري. شركة مصر المقصة في إطار التسوية اللي بتتم بين الفلوس والمنتج اللي هو سواء القمح أو السلعة. النهاردة هيئة الشركة القابضة للصوامع والتخزين فيما يتعلق بتخزين المنتجات، الهيئة الخاصة بالتجارة الداخلية، وكمان الهيئة الخاصة بالسلع والتمويل. كل الجهات دي كل جهة منهم لها دور في تكوين البورصة، بورصة السلع، بورصة السلع بالضبط. تمام، خلينا نروح للدكتور كريم. دكتور كريم، عندنا بورصة القطن هي السابقة وبورصة الدواجن والبورصة الحالية، هل تختلف أو هناك جديد في البورصة السلعية؟ وما هو الجديد إن وجد، وشكل التداول هيكون إيه اختلافا عن البورصتين؟ يعني طبعا لما اجي اعمل بورصة أو بورصة سلع زي ما احنا إن شاء الله بدأنا البرنامج بتاعنا، الفكرة فيه إن هو عايز حاجة، يعني عايز حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو يضع آلية ثابتة للتسعير بحيث إن هي تطمئن المستهلك، ما يجيش يوم الحاجة ب30 وتاني يوم الحاجة ب32. ده اللي تحكم الدولة، وده كان من أحد الأهداف الرئيسية الأساسية اللي هي خلت بورصة السلع المصرية يعني توجد بشكل محوري. الجشع التجار والحلقات الوسيطة اللي هي بين المزارع أو بين من أول المنتج لحد المستهلك، كل الحلقات الوسيطة اللي في النص دول تتلاشى بالضبط كده. هي إحنا المفروض هو يعني المنهج أو البرينسيبلز المبادئ اللي هي معمول فيها البورصة بتتكلم في أول حاجة إنك إزاي تهتم بالسلع الاستراتيجية، يعني السلع اللي هي المفروض بتنزل على بطاقة التموين، الرز والسكر والقمح المكرونات كل والزيت طبعا. تمام طيب، الفكرة هنا إن أنت بتحمي المواطن من جشع التجار. التاجر بيبقى مثلا اشتغل فترة من حياته كتير جدا وبعدين مش همه بعد كده أي حاجة، فبيبدأ يحط أسعار جزافية أو أسعار خيالية، وده كان فعلا معمول. وطبعا الدولة يعني جهاز حماية المستهلك والرقابة نفسها أو الإشراف على موضوع التجارة الداخلية كان ليه دور مهم جدا. أغلب تقريبا في محلات كتير جدا، محلات الخضر والفواكه بدأت تعمل ريستراكشر بعد ما الحكومة جت وقالت إن احنا هنرتب بس بشكل أفضل وبشكل أحسن. هو بس الواحد ساعات المواطن البسيط بيفتكر إن الموضوع يعني بيخاف، يعني ساعات إن هو بيخاف يقول لك إزاي يعني بورصة سلع، يعني إيه مش فاهمين. لا، احنا شبهنا البورصة بالبورصة لأن هي بالضبط سعر إغلاق وسعر فتح. يعني مثلا لو سهم أي شركة ما قافل مثلا اللي هي 3 العصر مثلا الخميس قافل على 9.5 جنيه، طيب يجي يوم الحد الصبح سعر الافتتاح يا اما 3.5 اللي قالوا يا اما 4.25 على حسب العرض والطلب المتحكمات السوق يعني بالظبط كده. وبالتالي العرض والطلب بتدرس، بس هي طبعا عشان قتلت بحثا بدات تبقى موجوده بس في السلع الاساسيه بس. الجزء الثاني الرقابه والاشراف اللي بتعمله الدوله من خلال
وزارة التجارة الداخلية من خلال المسؤولين هناك علشان يمنع بعض التجار بيبقى عندهم جشع يمنع الموضوع ده. التلاعب بقى والتحكم في السعر والتلاعب على فكرة دلوقتي موجود في كل حتة، بس الدولة دلوقتي بتحاربه. القانونات القانون بدأ يبقى مفعل في هذه الناحية، فإن شاء الله بإذن الله ممكن يكون الفترة اللي جاية أو بإذن الله هتكون أكيد يعني عجلة اقتصادية إيجابية بالنسبة لل إن شاء الله، وتوفير لجميع المواطنين غني أو فقير البورصة السلع الرئيسية إن شاء الله. طيب هعرف الدكتور أحمد، مسألة أحد أهداف البورصة والأساس لها هي مسألة الحماية للمنتج أو المنتجين بشكل عام طبعا، وحماية صغار المنتجين والمزارعين. الحماية دي تتمثل في إيه؟ هل إن أنا عندي كم قليل مثلا أقدر أخش بيه البورصة؟ قبل كده ما كانش عندي الفرصة، أو نفهمها زي ما حضرتك قال. لا، الجزئية تتعلق بجزئين مهمين جدا. الجزئية إن هي التداول الحر اللي كان بيتم على السلع، كان النهارده بيتم، خلينا نشوف المثال قبل البورصة وجود البورصة. المثال اللي بيتم في البورصة إن في تاجر كبير بيدخل على المزارع بياخد منه البرودكت بتاعه المنتج بتاعه، من ثم بيوديه لتاجر تاني، فبتتم عملية نقل ما بين التاجر الكبير للتاجر التاني، ومن ثم تروح للأسواق الأكثر. فعملية النقل بتتم مرة واثنين وثلاثة. التجار كمان التكلفة بتزيد عليهم من التاجر الكبير اللي خد بسعر محدد، وهو أضعاف ما هو اشترى من الفلاح. يعني هو لو اشترى النهاردة من الفلاح المنتج باثنين بيبيعه بخمسة. أضف إلى ذلك قيمة النقل اللي تتراوح من 10-15% في المنظومة الخاصة بالبرودكت ده. البورصة النهاردة بتلغي كل ده. البورصة بتحدد كميات، فحضرتك تبقى عارف الكميات الموجودة من الرز، من الزيت، من المنتجات دي بكميات محددة معلنة للجميع. بتحدد للفلاح والمنتج السعر الحقيقي اللي هو هيقدر النهاردة نشتري منه، وبتحدد كمان للطرف اللي هيشتري السعر اللي هو ممكن يبقى فيه نسبة ربحية معينة عشان يقدر يبيع فيه. بتحكم العملية كلها. بتحكم بالنسبة لي لا في حد هو متحكم كم من الصغار من كبار تجار، هو مش متحكم بالزبط في مسألة السعر. بالظبط كده. دي بتحكمها. وكمان النهاردة بتبقى عاملة للفلاح النهاردة كل سنة لما بيطلع المنتج بتاعه بتلاقي عند المزارعين وعند المنتجين تفكير كتير جدا في تقييمه هو الفعلي للمنتج بتاعه، واختلاف تانية. الاختلاف ده النهارده بيتوحد بوجود بورصه. البورصه دي بتبقى محدده، وهي دي اللي بتحدد سعر معين. فكده الطرفين سواء المنتج او الفلاح بيستفيد استفاده كبيره جدا، لان سعره بقى وضعه عادل، وكمان اللي بيشتري منه المنتج دوت ده اصبح موجود، والدوله بتستفيد ان اصبح لها رصيد من المخزون وارد ومخزن بطريقه صحيحه في المخازن المقرره بالوضع ده. حضرتك كسرت نقطه مهمه جدا دكتور احمد، عن انقلها لدكتور كريم، مساله السعر ومساله الاختلافات في مساله السعر. طبعا في عوامل كثيره متحكمه في عمليه السعر، عوامل موسميه، عوامل جيولوجيه، بيئيه، حسب الظروف، حسب العرض والطلب وما الى ذلك. بعض او كثير من التجار في تجارب في بورصات سابقه كانوا بيشتكوا من عمليه زي ما نقول الاخفاقات في التقييم وتقدير البورصه لمعدلات السعر. هيتم التغلب على هذه النقطه كيف؟ هو على فكره النقطه دي كانت نقطه مبشره جدا، ان المجهوليه بتاعه سواء العميل او سواء التاجر او سواء الحلقات الوسيطه اللي بينهم، كل واحد فيهم بيسعر على مزاجه. ودي كانت اهم حاجه الدوله قالت لازم ننشئ هذا الجهاز، علشان الموضوع بتاع كل واحد يعمل تقدير جزافي ده غير يعني مش موجود في اي حته في العالم. صحيح. طيب دايما التجار ما كانش بيوصل ليهم قوي يعني ممكن التقارير الحكوميه او الانذارات الحكوميه، لان هو فاكر ان هو المورد الوحيد. طيب اللي بيحصل دلوقتي بالفعل حمايه المزارع البسيط من اول ما الحاجه تيجي من الارض، او حمايه المواطن البسيط من ساعه الحاجات اللي هي السلع الاساسيه تعتبر اصبحت ملك ليه بعد تطبيق هذا النظام. الجزئيه المحوريه بتاعتها اللي هي الاليه، تحديد اليه السعر. احنا عندنا اليه السعر في التسويق في اداره الاعمال، عندنا اكتر من 7 طرق للتسعير. بالنسبه للمجال بتاع الخضر والفواكه بيبدا يعمل هو بالظبط زي ما احنا بنتكلم، بيحط التكلفه اللي لقاها سواء هو اللي زرع الارض او خدها من مزارع، بيحط عليها مارجن او بيحط عليها هامش ربح يعني. ويبيعها بالسعر اللي هو الجديد. يعني مثلا لو الحاجه اتكلفت 7 وخلاص المزارع نفسه باعها ب7 وهو كان راضي. مساله السبعه دي تقييمها راجعه للرؤيه علميه منهجيه ولا يعني. لا طبعا الجزئيه اللي في النص او الجزئيه بتاعت الهامش اللي بيتحط بتفرق كتير جدا من ناس لناس او من بلد لبلد. اهم حاجه فيها انماط الاستهلاك. انماط الاستهلاك معنى كده ان في طلب كتير، معنى كده ان في سعر هيعلى قدامه. ودي الحته اللي الحكومه عايز تعملها علشان تبدا تسيطر على هذه الجزئيه من خلال المراقبه والشفافيه عشان ما يروحش بقى اللي هو ايه اللي عنده استهلاك قوي يتظلم، ما
جنب اللي عنده استهلاك ضعيف ما عندوش ولا السعر برضه نفس الموضوع يعني هو دايما التاجر ممكن يبص على شكل الزبون يقول لك ده كيلو ب10 ده باع له فعلا فعلا والله بنلاقي كده كتير واحد تاني بغيره يقول لك لا ده معلش ب20 علشان الدنيا شد عندي وكده يبقى اذا التاجر هو اللي بيبدا يعمل الاليات الخاطئه للتسعير هو اللي بيبدا يبوظ زي ما دكتور احمد قال سلسله القيمه من اول العميل لحد هو بيبدا يبوظ الحاجات دي كلها هو مش دريان لان هو بيحط المارجن او الـ 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 مش ربح بدون النظر يعني بغض النظر عن دراسه السوق طب الزبون عليه كام بالظبط وده حاجه استراتيجيه فرقه شخصيه هو دي كانت احد يعني احد الاسباب المهمه اللي هي يعني ولدت هذا الانشاء او الـ 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 يعني هو كيان صغير بعد كده ماهيته هيروح لفين بعد الاشرافات اللي هي على الوزارات عليه بس يعني بنقول يا ريت ان شاء الله في الفتره اللي جايه يبقى محايد او الاداره بتاعته تبقى محايده علشان يفضل يمد المصريين واحنا معاهم ان شاء الله بجميع السلع والخدمات ده لسه هنتكلم بقى في العقبات بناء على التجارب اللي هي شهادتها بعض البورصات الاخرى طبعا بس انا دكتور احمد برضو حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا عفوا مساله ان الدوله لها رؤيه على حجم السلع الاستراتيجيه الموجوده الى اي مدى تستطيع البورصه السلعيه التعامل مع عمليه التنميه للمنتج وفي نفس الوقت برضو تحريك وتسهيل عمليه الاستهلاك طيب الدوله النهارده لما بنتكلم على التجاره الداخليه وحجم التجاره الداخليه هو بيمثل 18% من حجم الدخل القومي المصري تمام. وده رقم كبير جدا الدوله النهارده بتحاول تبقى عندها وضع لكل السلع الاستراتيجيه عندها مخازن استراتيجيه خاصه بالسلع بتاعتها عندنا حصر كامل لكل الاسعار يتم البيع والشراء من خلال مكان واحد بس هو بورصه السلع وده بيحدد وضع عادل للمنتج والفلاح ووضع عادل للمستهلك كمان خطوه بورصه السلع هي خطوه لخطوه مستقبليه اخرى تتعلق بالاستثمار الاجنبي والمستثمرين فيما يتعلق ببورصات العقود اللي بترتبط ببورصات السلع بشكل كبير جدا النهارده صحيح. بورصات العقود سواء بورصات العقود المستقبليه او الاجله او بورصات العقود الخيارات او الاوبشنز دي بترتبط في العالم كله بالسلع سواء السلع ديت على مستوى السلع الاستراتيجيه زي ما احنا بدانا ودي خطوه بدايه استراتيجي بالظبط بدايه تمام لان بعد كده العقود المستقبليه دي ممكن تسمح لاستثمار اجنبي يتم ضخه في هذه البورصه بشكل ما ويكون ليه عامل مهم جدا في الاقتصاد في مرحله من المراحل الجايه احنا البدايه هي النهارده دي خطوه بدايه في اتجاه توفير سلع استراتيجيه ومعرفه رصيدها الفعلي للدوله المصريه بشكل عام بمساعده كمان الفلاح والمنتج ان هو يكون تقييم سلعته بشكل عادل وهو على مستوى الدولة بحالها الدولة مصر كلها تحت هرم ومظلة واحدة فيما يتعلق بالسلع اللي موجودة فيها تخزين بطريقة سليمة حد بيبقى يدخل يشتري وينقل بضاعته بطريقة سليمة عشان يبيعها بهامش ربح محدد فده بيحافظ على استقرار الأسعار كل بيت مصر النهاردة بتلاقي النهاردة زي ما احنا كنا بنتكلم مشكلة السعر ان ممكن تدخل تشتري منتج معين في منطقة اكثر رقيا مناطق وشخصيات زي دكتور كريم وشخصيات ونوعية السلع وجودة فده كله هيتلاشى لما تبقى كمان حقيقة. تلاقي ان اسعار السلع دي على شاشات التداول زي ما احنا بنشوف النهارده في برنامج حضرتك او في اي نشره اقتصاديه اسعار الاسهم موجوده على النشره هنصحى الصبح برضو نشوف اسعار السلع بتاعتنا موجوده بكام هامش الربح المتوقع بيبقى مثلا في رينج 10% ولا حاجه يبقى كل واحد عارف هينزل النهارده من بيته هيصرف قد ايه في السلع دي فده نظام للدوله بشكل كبير الزامي وحمايه قانونيه طبعا تمام خلينا هروح للدكتور كريم في تجارب الحقيقه خلينا نتكلم بوضوح لبعض البورصات السلعية في بعض الدول وأخفقت هذه التجارب يعني من وجهة نظر حضرتك يعني الأسباب وراء الإخفاق وضمانات ضمن ربنا سبحانه وتعالى لكن كل تجربة بيبقى لها إيجابيات ولها سلبيات ولها تحديات بالتأكيد يعني الضمانات النسبية في البورصة السلعية المصرية إنها تستمر وتستطيع حسب برضو تحديدات برضو وجهة نظر الدكتور أحمد إنها تقدر تطور من نفسها طبعًا. تدمج أشياء أخرى طبعًا. هو دلوقتي اي قانون بيتعمل او اي مشاريع القوانين اللي بتتعمل والمواد بتاعتها خصوصا في مجال الاغذيه بيخليه دايما بيتعامل مع الخضر او الفواكه او السلع الغذائيه كلها بشكل اكثر مرونه بمعنى ان مثلا نيجي نشوف مثلا سلعه موجوده في 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 الهرم ب 6 جنيه وفي وسط البلد مثلا ب 8 جنيه تروح تسال التاجر تقول له هو ب 8 ليه ده لسه جاي امبارح ب 6 يقول لك معلش اصل العربيه الحكومه جت ومش عارف ايه والبلديه والكلام ده كله طيب الجزئيه دي او النقطه دي هو ده اللي يعني هي من الشراره دي هي اللي بدات
هي اللي بدأت المشروع أو البرنامج بتاع أو البورصة بتاعت السلع الغذائية. البورصة بتاعت السلع طبعا يعني من وجهة نظري التي ليس لها قيمة، إن اللي يعمل الموضوع ده صح أو يمشي في الطريق الصح زي ما حضرتك قلت، إحنا عندنا تجارب لولاده فشلت. فدلوقتي اللي واحد عايز يطلع ويشتغل صح من اول مره لازم يعرف ايه اسباب الفشل زي ما حضرتك كنت بتقول. صحيح. طب ما هو اسباب الفشل ممكن يبقى ما فيش تخطيط، ممكن يبقى ما فيش اداره، ممكن ما فيش تمويل كافي، ممكن في تدخلات خارجيه من طرف ما. يبقى اذا الحكومه بتعمل ده دلوقتي وبتشرف ده على نفس، يعني بتشرف بنفسها على هذه الجزئيه علشان تبدا تخلي في ارض صلبه للبورصه، علشان تبدا ان هو اكتسابا من تجارب الاخرين. متهيألي الكيانات الضخمه اللي داخلها واعرب عنها ووضحها الدكتور احمد التقرير طبعا، وبرده ايضا عمليه التخطيط للاطراف العمليه التبادليه في السلع. متهيألي مصر هي لا مظبوط جدا، مظبوط جدا. وكمان يعني في ثقافه مستهلك خارجيه بتقول ان هو انت رحت مكان ما تشتري حاجه انت على طول بتشتريها بسته ولقيتها بتسعه ما تشتريش. محدده خلاص بالظبط كده. فلو هو بيشتري سلعه غذائيه وقال لك لا ده هو جشع، يبقى تاني يوم الراجل ده فلوسه هتخسر على طول، لان السلع الغذائيه بتتعرض في اليوم والاتربه والشمس وكده بتبوظ، فتبدا انت تعمل له خسائر ان انت عالجت الامر ده اللي هو لا خلاص مش هشتري منك، لان في 100 بايع غيرك ماشيين على انا عندي القانوني هنا، انا الجانب القانوني هنا. فبالتالي انت اللي خسرت نفسك، انا ما قربتش منك بالظبط. انا بتكلم كده يعني لا صح، لا 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 مظبوط فهمي غير متخصص. لا 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 مظبوط يعني. لا فعلا ما شاء الله الموضوع ده فعلا، وتزامنا مع الكلام ده اللي احنا مثلا او ان المستهلك يبعد عن الجشع التاجر، بتحصل بنعمل البورصه دلوقتي، بنعمل من شروط اقامه هذه البورصه طبعا هي سلع غذائيه. السلع الغذائيه مش زي الاسهم والسندات، وبالتالي كل واحد ليه خصائص معينه بتحكم عمليه الاداره. فانت بتتكلم دايما في لو هي سلعه مثلا لو هي خضر او فواكه، بتتكلم في لازم تعرض الحاجه النهارده اللي انت جبت لها النهارده مدى زمني الزراعي بيحكمها بالظبط كده. مش سهم بورصه ده انا هسيبه. لا لا مظبوط متوسط. لا 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 صح صح. وتبدا تشوف اليه التسعير ازاي في البلاد المتقدمه مش في البلاد اللي فشلت. وتبدا تاخد على فكره في الفتره دي التاجر بياخد بيتعلم، لان الحكومه ساعتها بتنزل هي مع احد بيوت الخبره اللي هو يعرف الناس ليه في جهاز معمول اسمه الجهاز البورصه السلع المصريه، ازاي هيوفر عليك، ازاي هيعمل، هات كده الاسعار بيفور وافتر وشوف دلوقتي. يعني افهم برضو استخلص من حضرتك ان عمليه التطوير عمليه دوريه مستمره مظبوط، والتعديل والتطوير هي مستدامه كمان مستدامة. يعني هي بتبقى مع رؤيه الدوله كل 20 او 30 سنه، فالرؤيه بتاعتنا بتاعت التنميه المستدامه لحد 2030 بالظبط كده. ان شاء الله نامل ان هي في اخر يعني تحقق ان شاء الله كل الامان المرجوه باذن الله 2030 والتنميه المستدامه. حط نقطه مهمه جدا، مصر بتتوسع في مناطق لوجستيه، وهذه المناطق اللوجستيه طبعا اغلبها بتقوم على مساله السلع والصوامع وما الى ذلك من جوانب انتاجيه لسلع استهلاكيه واستراتيجيه. الى اي مدى ترى دكتور احمد عمليه التكامل ما بين المناطق اللوجستيه والبورصه السلعيه في تحقيق اهداف البورصه السلعيه اساسا يعني؟ طيب، توجه الدوله المصريه في المرحله الاخيره اصبح يعكس المؤشرات الاقتصاديه الايجابيه جدا، اللي النهارده قد توصل للمواطن البسيط ان هو ما بيقدرش يفهمها بالشكل المناسب. معدلات التضخم، معدلات النمو، معدلات البطاله، الارقام اللي على الناحيه التخصصيه الاقتصاديه، النهاردة الدولة أصبح توجهها انعكاس هذه الأرقام الإيجابية ووضع الاقتصاد المصري القوي على المواطن البسيط. تمام. فأصبح النهاردة محاولة البورصة السلع هو محاولة لضبط أسعار السلع، زي ما حضرتك شرحت كمان الجزء الخاص بالمخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وارتباطها ببورصة السلع هو ارتباط وثيق، لأن النهاردة ما عندنا مخازن خاصة بتخزين هذه المنتجات وحصرها وتصنيفها. كمان تصنيفها ده هام جدا، لأن هيقينا من الغش والتلاعب ان انت تبقى النهاردة بتشوف منتج زي ما بيقولوا كده من فوق الوش بطريقة معينة، لكن لما تبدأ تدخل تاخد المنتج دوت بكميات كبيرة تلاقي الدنيا تمام. لا، التصنيف دوت بيروح للوزاره المختصه وبيتم تصنيف المنتج بشكل مناسب جدا وتسعيره بشكل مناسب جدا بسياسه العرض والطلب. فاصبح النهارده الدوله بتعي منتجها وبتعرف هي عندها حجم منتجات قد ايه، والمواطن عنده ثقه ان اللي هو البرودكت او المنتج اللي بيدخل يشتريه هو منتج سليم وصحيح وما فيهوش اي تداعي. المناطق كمان اللوجستيه تواجدها وتخزين البضاعه فيها مع البورصه وتحديد الاسعار ومع الاليات، خلينا نقول ان التجربه هي تجربه جديده، تجربه قد يشوبها بعض البدايات فيها بعض
المشاكل ودي هتبقى مشاكل إيجابية لأن علاجها يعود علينا بالنفع. فالتجربة مفيدة جدا، تجربة العديد من دول العالم بينتهجها بشكل كبير جدا. أعتقد أن مصر النهاردة بتتخذ إجراءات عديدة في جميع المجالات الاقتصادية ومنها بورصة السلع فيما يتعلق بدعم المواطن المصري سواء المنتج والفلاح أو حتى المستهلك. تمام، خلينا نروح دكتور كريم. دكتور كريم، يعني إذا اتكلمت على برضو بوضوح أكتر على مسألة السعر، لأن السعر دي مسألة حساسة جدا، هي موضوع متعلق بالمنتج بدرجة أولى. كتير من التجار كانوا، قلنا أن كان في تجارب بورصات سلعية قبل كده كانت مسألة الموسمية كانت بتأثر معاهم، ودي كان أحد الأسباب اللي أدت إلى إخفاق هذه البورصات. من وجهة نظر حضرتك، إيه النقاط المقترحات المهمة التي يجب أن تتضمنها البورصة السلعية في مع نشأتها وبداية حركتها مع السوق ليتم وضع ثوابت او اسس يمكن من خلالها التطوير او الانطلاق؟ ممتاز. هو على فكره زي ما حضرتك اتكلمت كده، دلوقتي المبادرات اللي موجوده على الساحه كلها بتكمل بعض. يعني احنا كان عندنا من فتره ولحد دلوقتي اللي هي مبادره حياه كريمه، بيسهل على الناس او بيبدا ينزل عروض بس في سوبر ماركتات معينه. الموضوع ده بيستكمل مع الجزئيه بتاعه البورصه السلع الغذائيه. النقطة دايما بتاعت التكامل هي اللي الدولة دايما بترمي إليها. التنظيم هو أهم ما يكون بالنسبة دلوقتي للدولة، سواء في أي قطاع من القطاعات محتاجين تنظيم. بمعنى إيه التنظيم؟ بمعنى أن يعني الهرجلة كده وعدم وضوح المنتج اسمه إيه والدنيا زحمة والعرض والطلب بس هو اللي بيسعر المنتج، كل الكلام ده بيحاولوا دلوقتي يأثروا عليه أو بيحاولوا أن هو يعمل يتلاشوه من خلال الـ 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 يعني التعامل او التعامل بشكل مباشر مع التجار. وده على فكره الحكومه ما كانتش بتعمله زمان، ان التاجر في حته منفصله والحكومه في حته منفصله. لا، دلوقتي هما الاثنين في نفس تحت المظله واحده بالظبط كده، ومنتج خارج بالظبط كده. اي نعم، ممكن يبقى هما الاثنين يشتركوا في انتاج صفقه معينه، وساعتها هيتخلق بينهم اللي هي الاسلوب بتاع وين وين كومبيتيشن، يعني انا كسبان وانت كسبان. صحيح. طب الحكومه تكسب؟ لا، الحكومه تكسب علشان تبدا بعد كده تساعدك في تدوير عجله الانتاج، تبدا بعد كده تقول لك ايه هي او ايه هو النظام المحل او الاستور اللي هيشيل كل المنتجات اللي عندك دي. زي ما حضرتك ذكرت المنتجات الغذائيه القابليه للتلف والقابليه اللي هي يعني انها تعطب وكده كبيره جدا، وبالتالي في يعني في خطه مرنه للتعامل مع السلع الغذائيه اللي هي ممكن تبقى برضو يعني مرنه او سعرها بيطلع وبينزل. وفي سلع او سلع استراتيجيه الناس كلها لازم تكون عارفه ان هي بمبلغ معين وبجوده حركتها محدوده محسوبه بالظبط كده، وهكذا اللي بتبدا بقى مع لحد ما السلع كلها تنتهي وتدخل سلع جديده غير السلع الاساسيه، ومنها ممكن يبقى في يعني بلوك او ممكن يبقى في تجمع كبير جدا هي والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة بتاعت الشباب اللي هم رواد الأعمال والتكاملات اللي كنا بنتكلم عنها إلى جانب المناطق اللوجستية طبعا. بالضبط كده. طيب دكتور أحمد، في الدقيقة المتبقية، يعني من وجهة نظر حضرتك وبناء على التجارب السابقة للبورصات الأخرى، أبرز المقترحات التي من المهم أن تكون في حسبان أو في آليات تعاملات البورصة السلعية الجديدة؟ طيب، بمنتهى السرعة، البورصة السلعية بتخدم محورين وورقتين اقتصاديتين هامين جدا. هو محور التضخم وسعر المنتجات اللي جميعا بنعاني منها من ارتفاع الأسعار أو وضع الاقتصاد، والتصدير بعد كده في مرحلة ان الدولة تبقى عارفة منتجاتها فبتقدر تصدرها. تمام. النهاردة الآليات اللي المفروض تبقى موجودة عندنا في البورصة دي هو وضع رقابة صارمة لمعرفة مين اللي بيشتري البضاعة دي عشان ما يحصلش عندنا احتكار في مرحلة من المراحل، وضع آليات لكيفية البيع والنقل والتخزين للحفاظ على المنتج وجودته، وضع آليات للتصنيف عشان يبقى عارف كل فلاح ومنتج آليات التصنيف بتاعه المنتج دوت هيتصنف A ولا B ولا C وهيتحط فين وتقييم سعره، وضع كمان نظام وسيستم معمول بيه يتعلق بإعلان الأسعار بشكل لحظي وكميات العرض وكميات الطلب وحجم كيفية انتقال الأموال من المشتري إلى التاجر وكيفية توريد البضاعة من التاجر إلى المخازن ومن ثم إلى المشتري. فده كله آليات محسوبة وموجودة حاكمة، وده هيبدأ يبقى واضح. البورصة السلع أخيرا هي كانت خطة قديمة الأزل، والنهاردة الدولة بتتخذ فيها إجراء فعلي، وده اتجاه جيد جدا لتطور مصر وتطور اقتصادها بشكل كبير جدا. تمام. كل المقاييس هي تجربة جديدة وتجربة هامة لأنها بتحد من العشوائية اللي احنا شاهدناها على مدار سنوات كثيرة سابقة، وبالتأكيد يعني بتضع دولة في
إطارها الصحيح دولة مؤسسية قائمة، وبالتالي دي أحد المنظومات الهامة في هذه الدولة. الموضوع ده ملف كبير وتناول طروحات كثيرة، ولكن الحقيقة وقت الحلقة لنا حلقات أخرى فيه. في نهاية حلقة النهاردة بشكر الدكتور أحمد سمير خبير اقتصادي والمستشار الاقتصادي للمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا دكتور. شكرا. شرفتنا. وبشكر الدكتور كريم يحيى أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة القاهرة. شكرا دكتور. شرفتنا. إن شاء الله لقاءات في هذا الموضوع كثير. إن شاء الله. شكرا يا فندم حضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي أوراق اقتصادية. إلى اللقاء الأسبوع القادم، أوراق جديدة وملف جديد. دمتم في أمان الله.